خبرات لاعبي بايرن ميونخ تضمن الثلاث نقط ليتمكن البافاري من توسيع الفارق مع دورتموند إلى 7 نقاط في الصدارة. بدأ دورتموند ببوركي وقدامه 3-4-3، بيتشيك، هوملز، أكانجي، قلوب دفاع. قدامهم على اليمين حكيمي، على الشمال جيريرو، في عمق الملعب ديلاني وداود. قدامهم على اليمين تورجن هازارد، على الشمال براندت، في عمق الملعب هالاند. قابلوا البايرن بنوير وقدامه 4-2-3-1، بواتنج وقلب قلبين دفاع، على يمينهم بافارد، على شمالهم ديفيز، قدامهم كيميتش وجوريتسكا في عمق الملعب. قدامهم على اليمين كومان، على الشمال جنابري. مولر في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد ليفاندوفسكي. هنبدأ بدورتموند أصحاب الأرض اللي بدأوا بشكل هجومي وسريع جدا في البداية، وقدروا يضربوا خطوط البايرن، ولولا قدرات نوير في التغطية على المساحات دي ورا الدفاع كان دورتموند قدر يسجل من البداية. في بناء الهجمة دايما لوسيان فافر بيركز على الزيادة 1، عشان كده دايما بنلاقي يوليان براند بيسقط هنا في وسط الملعب عشان يعمل زيادة عددية ويقدر يحرر محمود داود اللي بيتحرك بشكل ذكي جدا وبيقدر يهرب من الضغط في المناطق دي، فبيوفر الحلول لثلاثي الدفاع لدورتموند في بناء الهجمة. هجوميا كان جريرو وحكيمي خايفين شوية، واحد عنده جنابري والتاني عنده كومان، عشان كده كان هازارد وبرانت هما الأكتر خطورة وإيجابية في العرضيات، فكنا دايما نشوف ديلايني بيميل هنا مع حكيمي عشان يحرروا هازارد في أنصاف المساحات ورا دفاع البايرن. وكان أحيانا هالاند بيهرب على الطرف عشان منه يعمل المساندة، فهنا يعمل ضغط على دفاعات البايرن، وعشان برضو يفضي العمق فينطلق جريرو وبرانت انطلاقاتهم الحادة المعتادة في العمق، إلى أن بدأ البايرن يضيق الخطوط ويلعب دفاع عالي. فكنا بنشوف ذكاء كبير من ليفاندوفسكي اللي بيهرب هنا عشان يعمل المحطة لتدرج اللعب، وبعدين يقدر بسرعته يهرب في العمق عشان ياخد التو من مولر. وكالعادة البايرن فتح اللعب وديفيز هو الأنشط، لكن عشان البايرن يقدر يوصل للجول كان لازم يستغل أكثر ثغرات دورتموند، وهي الهاف سبيس في الناحية دي بين جيريرو وأكانجي. عشان كده كنا دايما نلاقي كومان فتح اللعب، وهنا بدأ جنابري يتحرر أكتر ودخل العمق، فبقى بينطلق هو بدون رقابة في المساحة دي. وكان في ميزة تانية لدفاعية للبايرن، وهي قرب كيميتش وجورتسكا من الرباعي الدفاعي، فبدأ دورتموند يعاني هجوميا في ضرب المناطق دي، لكن ذكاء لوسيان فافر في انه خلى لعبته ترجع لوسط ملعبها وحدد وسط الملعب منطقة الافتكاك، فهنا كانت كل كرة يقطعها دورتموند بتشكل خطر كبير جدا على دفاع البايرن، لان كان دايما الدفاع في مواجهة مباشرة مع ثلاثي هجوم دورتموند. اهم ميزة عملها بايرن ميونخ وهي سرعة الضغط من اقرب نقطة والنجاح الهائل في الارتداد الدفاعي السريع، بالتالي حتى مرتدات دورتموند في الشوط الثاني فقدت خطورتها. وفي حالة عدم نجاح الفريق في الضغط العالي كانوا بينسقوا كويس جدا في كشف مصيدة التسلل، بالتالي قدروا يحبطوا هجمات دورتموند. أما بالنسبة لدورتموند فالأطراف كانت متعطلة النهاردة بسبب أدوار جنابري وكومان ومن بعده بريسيتش في مساندة الأطراف وقفل الجبهة دي على حكيمي وجريرو. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد.